مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن سهم بالانتير تكنولوجيز بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين. مبدئيا لا أحبذ أبدا لعبة التوقعات، بمعنى هل تتوقع أن تمتلئ الفجوة السعرية الصاعدة في سهم بالانتير؟ لعبة التوقعات لا داعي لها إطلاقا، الفجوة السعرية. طيب علشان أقول إن في تصحيح وفي علامات ضعف، لازم أشوف الصعود الحالي لو كمل يكمل بأحجام تداول متناقصة. هتقولي ما هو بدأ يتناقص لسه، يعني جلسات الأسبوع الحالي إن شاء الله لما تستأنف أخلي بالي كويس جدا من أحجام التداول. لو فضلت تحت ال 85 مليون ده معناها إنها أقل من المتوسط الطبيعي، لكن ولو فضلت تحت 85 مليون وكمل طلوع، يعني شفنا 120 و124 و125 وأحجام التداول ظلت تتناقص، ده معناه إن في تصحيح. طيب التصحيح يروح لفين؟ خلينا نحفظ رقمين مهمين جدا في سهم بالانتير. رقم 110 كسره لأسفل ضعف والتصحيح طفيف، بينما الدعم السيكولوجي والمعنوي عند 100 كسره لأسفل معناه تصحيح عنيف. وتصادف ان وجود الدعم السيكولوجي والمعنوي عند 100 هو تقريبا عند حافة الفجوة السعرية الصاعدة اللي حصلت. يبقى ببساطة كسر 110 تصحيح طفيف، كسر 100 تصحيح عنيف. لمن يرغب في متاجرة افتراضية في السهم وتداول ورقي في سهم بالانتير تكنولوجيز، انتظار تصحيح. طيب لو حظه كويس يأتي تصحيحا عنيفا يمكنه من الدخول في متاجرة افتراضية بأسعار رخيصة، يعني من يمتلك كاش وعينه على بالانتير بيتمنى الحالة الأسوأ، علشان لو صحح بعنف ممكن يلامس الـ80 وممكن نشوف فيها الـ76 كمان، وتبقى أسعار نظريا أكثر من ممتازة، بشرط إذا ما أعطى إشارة فنية بالشراء حول تلك المستويات. وقتها نبقى نشوف التداول الورقي ونسب الكاش المفترضة حسب المخاطرة. لكن لو ما صححش لا داعي لمطاردة سهم، يا إما يرجع لك في المكان اللي أنت عايزه بالشكل اللي أنت عايزه بالتوقيت اللي أنت عايزه بالخطة اللي أنت حاططها له، يا إما مع ألف سلامة في غيره في قطاعه عشرات وفي السوق غيره آلافات. إنما مطاردة بحجة إن 100 هتبقى 150 و150 هتبقى 200، إشمعنى هو؟ ما في غيره كتير في السوق. فلا داعي لمطاردة سهم بحجة إنه مكمل. طب ما هو لو مكمل لازم في تصحيحات، ما فيش في الدنيا في الدنيا سهم بيطلع بلا تصحيح، يعني هو نفسه لما طلع بعنف قبل كده اهو ما هو صحح هنا اهي، وقبل كده ما هو بيصحح. فما فيش حاجة اسمها صعود بلا تصحيح. ممكن التصحيح يأتي على غير هوانة، بمعنى انه يجي على ضعف بشكل افقي ما يسمح لناش الجمع بين الحسنيين، الا وهي جودة الصعود ورخص السعر. وارد ان التصحيح ما يجيش على هوان، لكن لا مطاردة لسهم بحجة انه مكمل. انا هحط الخطوط هنا بهذا الشكل علشان تعبر عن صمامي الامان التي صمامات الامان التي ذكرناها، الـ110 والـ100. طيب هل كسر صمامات الامان دي، الخطاب هنا موجه لمن يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة، معناها نهاية الصعود الأبدي؟ لا 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 خالص، بس يستحسن لما يكسر صمامات أمان يبقى الخروج مع كسر الصمام الأول من المراكز الافتراضية تدريجي بجزء، تلت، ربع، نص، واستكمال إغلاق بقية المراكز الافتراضية بكسر صمام الأمان الآخر. معاودة الاسترجاع إذا ما أعطى إشارة فنية بالصعود حول الدعوم المنتظرة، سواء خط القناة حول الـ80 والـ75 أو خط الاتجاه حول الـ70. طبعا بحكم زاوية الميل هذه القيم تتغير تباعا على الأقل مرة كل أسبوع.
فنخلي بالنا كويس جدا لمن يمتلكون مراكز افتراضية، نوجه لهم نفس الخطاب: ما دام ما فيش إشارة فنية بالشراء دلوقتي فلا داعي لإضافة مراكز افتراضية مستجدة مهما كانت الأخبار إيجابية عن قصة الـ Artificial Intelligence والثورة التي من الممكن أن يحدثها سهم بالانتير في هذا المجال في 2025. ننتظر تصحيح، لا أريد التكرار أكثر من ذلك، وأظن كده الرؤية اتضحت. طب افرض طلع من غير تصحيح وكمل، خلاص مش نصيبك، مش رزقك، مش سوق المال ده رزق. خلاص حتى لو كان تداول افتراضي، حتى لو كانت متاجرة افتراضية، ما هو بس هنا بقى رزقك انك تتعلم، رزقك انك تمتلك الآليات المنطقية والسليمة لتداول عقلاني رشيد بعيد عن الانفعالات والعواطف والمشاعر. ده بقى رزق، العلم ده نفسه رزق، لأنك سوف تسقطه على أمثلة أخرى يحدث فيها مواقف مشابهة فتبقى الاستفادة مستدامة. أظن كده رؤية سهم بالانتير اتضحت. هنراجعه تاني مع أول تصحيح يستحق له المراقبة. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.